ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلان تجمع بريكس عن دعوه مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير المقبل. وقال الرئيس السيسي في بيان ان مصر تعتز بثقه دول التجمع كافه التي تربطنا بها جميعا علاقات وثيقه، كما تتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفتره المقبله، وكذا مع الدول المدعوه للانضمام لتحقيق اهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا. واكد الرئيس السيسي العمل على اعلاء صوت دول الجنوب ازاء مختلف القضايا والتحديات التنمويه التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول الناميه.